بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، من حسينية أهالي جصان في التلة، طبعا والشكر والتقدير لكل المتبرعين الذين ساهموا في هذه الحسينية المباركة، جزاهم الله خير الجزاء، والله يوفقهم ويرحم أمواتهم وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. وليلة جمعة مباركة علينا وعليكم بالصحة والعافية وقبول الطاعات إن شاء الله، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن شاء الله بعد قليل المحاضرة للأستاذ حسين سعيد البدراوي إن شاء الله. السلام عليكم. نعم أخواني الأعزاء، مثل ما جاي يشوفون الحسينية جاهزة وكاملة بجهود الطيبين والخيرين من أهالي جصان، بارك الله بجهودهم، أصحاب الأرض، أصحاب المال، أصحاب هذا الثيل، جزاهم الله خير الجزاء، بيت كاظم جيمي وعلاء. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ زينين ان شاء الله، يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء، مثل ما جاي يشوفون الاخوه الاعزاء، كثير من اهالي جصان الطيبين وهم موجودين في هذه الحسينيه المباركه. السلام عليكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله. السلام عليكم، شلونكم؟ رحم الله والديكم. احنا باستمرار نشكر المتبرعين لهذه الحسينية، حسينية أهل جصان تل أبو رسول العزيز. نعم كلمة أبو عبد الله، والله نسال الله ان شاء الله يجازيهم كل من تبرع وكل من شارك بين المراسيم الحسينيه. اي ماجور انت ان شاء الله ابو عبد الله، والله هي فارقه من ايام. لا والله لا ان شاء الله، ان شاء الله عاده نشاط، ان شاء الله عاده نشاط التله بكل الناحيه، اربع خمس مجالس ان شاء الله. لا التله هي بعد هي الاول والثاني قلت لك. أغاتي أبو عبد الله، أغاتي أبو عبد الله إن شاء الله. السلام عليكم، شلونكم؟ مرحبا. نعم أخواني الأعزاء، مستمرين بالتغطية الخاصة لحسينية أهل جصان التلة وأجواء محرم الحرام من هذه الليلة، الليلة التاسعة من محرم. رحم الله المتبرعين، رحم الله الشهداء، رحم الله امواتنا وامواتكم. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله. اخواني الاعزاء، بعد قليل ان شاء الله المحاضره للاخ العزيز الاستاذ حسين البدراوي من الحديقه الخاصه بحسينيه اهالي جصان التي تمت بجهود المتبرعين، جزاهم الله خير الجزاء. نعم. السلام عليكم، شلونكم؟ زينين ان شاء الله. نعم طبعا مثل ما شفتوا اخوان الاعزاء، هي سميت بساحه الشهداء، ساحه الشهداء جصان. شوي ننقل من اجواء التله خصوصا حسينيه اهالي جصان بالتله، عندك بالكلمه توجهها للمتبرعين. في الكلمة للمتبرعين ساهموا بترميم الحسينية، جزاهم الله خير. شلون؟ ما اسمع. خصوص ترميم الحسينية، المتبرعين جزاهم الله خير الجزاء.
والله اشتركت كل المنطقة، كل المنطقة ساهموا، قسم ساهموا بهاي اللي كانت كلها محلات وقهوة وبيت، وكلهم ساهموا تبرعوا بالأول مرة تبرعوا بهاي البنايات القديمة، وناس تبرعت بالعمل، ناس تبرعت بالفلوس، ناس تبرعت كل واحد دفع له مبلغ، وصار هذا البناء وانعادت ان شاء الله الحسينيه القديمه. شنو رايك بهاي الاجواء مال المحرم والحسينيه متروسه مثل ما جاي نشوف يعني؟ طبعا هي الحسينيه تراثنا. نعم. تراثنا حسينيه جصان الاصل يعني القديمه. نعم. موكب جصان. موكب جصان تاسس تقريبا بالخمسينات. نعم صحيح. وهسه نفس النشاط ونفس العمل والناس كلها يعني مع الحزن هي فرحانه باعاده هذا ال هذا البناء. السوق هم يتعمر ان شاء الله قريبا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ ممنون. شكرا جزيلا. السلام عليكم. سلام استاذ. سلام اخوي الاعزاء، وهاي الجداريه اللي تزين شهداء ناحيه جصان الله يرحمهم، وجميع شهداء العراق الله يرحمهم برحمته الواسعه. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلونكم؟ زين ان شاء الله. وعليكم السلام عليكم. الله يحفظك. والله احنا نحب ننقل اجواء محرم من حسينيه. الله يحفظك ابو مصطفى العزيز. السلام عليكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء، مثل ما جاي يشوفون الحسينيه ممتلئه الاخوه الاعزاء من اهالي جصان. اللهم صل على محمد وال محمد. والديك بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية. نعم اخواني الاعزاء، يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد وآل محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا السلام عليكم ربنا في هذه العشية. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوي شلونكم؟ زين؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان. أخواني الأعزاء، مستمرين بالتحية الخاصة لأجواء محرم في حسينية أهالي جصان التلة، والشكر والتقدير للأخوة الأعزاء المتبرعين لهذه الحسينية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر جزيل للقوات الأمنية، الله يحفظهم ويرعاهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الف لام را. الشكر والتقدير للاخوه الاعزاء اصحاب الموكب، والشكر والتقدير لك العزيز حيدر كيل، طبعا ليل ونهار هو متواجد في هذه الحسينيه المباركه. السلام. طنا شاي عمي من يمكم على مدروح شوية لغد. رحم الله والديك. شكرا جزيلا ابو علي في الشاي صبنا ولا زحمة عليك. نعم اخواني الاعزاء، طبعا نشكركم ورحم الله والديكم، جزاكم الله خير الجزاء على هاي الخدمة اللي تقدموها، وبارك الله بجهودكم الاخوة الاعزاء من الشباب. ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء، بعد قليل ان شاء الله المحاضره للاخ العزيز حسين سعيد رجب البدراوي.
هلا الشباب اغلب الشباب هي جاي تساهم وتدعم المواكب جزاهم الله خير الجزاء. يلا ابو ياسر بعد. مستمرين شوي ناخذ له. ابو عبد الله شلونك؟ زين ان شاء الله احوالكم؟ الله يسلمك، رحم الله والديك، رحم الله والديكم عمي، الله يحفظكم ان شاء الله. مهجورين. نعم اخواني ناخذ فد كم لقطه من السوق ان شاء الله من موكب الاخوه الاعزاء في مقهى كامل علي حسوني. السلام عليكم، شلون؟ السلام عليكم، شلونك ابو عبد الله؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم، نعم الشكر والتقدير للاخوه الاعزاء من القوات الامنيه جزاهم الله خير الجزاء والله يبارك بهم وبجهودهم. عم اخوان مثل ما جاي يشوفون لا حول ولا قوه الا بالله، يعني شغله طبعا مؤخرا المقهى مال ابو طالب صارت موقع للتصوير الافلام القصيره واللطميات، قبل فتره سجلوا بها لطميه للمخرج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. شلونكم؟ زين. شو ابو خالد شلونك؟ زين ان شاء الله احوالك امورك؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه. والله شوي ننقل الاجواء ثلج جصان بايام محرم، تعرفون باقي الايام العاديه هي قليل يعني يجوها ناس مع الاسف. اي والله رحم الله والديك، شكرا جزيلا، سلام عليكم، شلونكم؟ زينين؟ نعم اخواني الله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء، رحم الله والديك. والله احنا هو ايام محزنه بس احنا نفرح من نشوف انتم متواجدين بتلت جصان. اي والله لان هي تلتنا وتلت ابائنا واجدادنا. اي والله سيد طاهر الله يحفظه ويرحمه، سيد كاظم رحمته الواسعة، ويرحم سيد حامد خدمة أهل البيت الأخوة الأعزاء، أخو أبو علي الله يسلمكم ويحفظكم، رحم الله والديكم. شكر موصول للأخوة الأعزاء أصحاب الموكب، رحم الله والديكم. سلام عليكم. سلام عليكم. أبو ندم شنو رأيك بأجواء محرم بتلج جصان؟ بعد والموبايل موجه عليك. هاي ابو عبد الله، شوف اجواء محرم والله مثل ما تشوف استاذ سلام، يعني فعلا يعني ولو هي مناسبات حزن بس تبهجك وتفرحك هاي الحضور هذا الطيب، ونستذكر بها هاي الحسينيه، حسينيه تل جصان اللي هي ذكرت ابانا واجدادنا. نحب نشكر المتبرعين لهذه القصيده. طبعا طبعا اكيد، واللي رجعوها ان شاء الله مثل قبل واحسن من قبل. اي والله اي والله الحمد لله والشكر. ان شاء الله تبقى عامره. ان شاء الله ان شاء الله وبيكم بحضوركم ان شاء الله. بالصحه والعافيه. حضوركم ان شاء الله. سلام عيوني، انا ما اخذ جيدا منكم، الله يحفظكم. سلام عليكم. سلام اخواني الاعزاء مثل ما تشوفون، الله يحفظكم ان شاء الله. حتى الشباب الصغار هنا ايضا متواجدين. هذه الحسينيه المباركه وهذا سوق جصان، اي تسمى بالعرضيه، عرضيه السوق بيت زيدان الله يرحمهم ورحمته الواسعه. السلام عليكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله، ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء مثل ما تشوفون على بالك القعدات القديمه هنا مثل نعم. ناخذ كلمه من حجي احمد، شلون على بالك نفس القعده القديمه ابو الشعب؟ نعم. موضوعنا اليوم نستذكر به تل جصان وحسينيه جصان، مشكل المتبرعين لهذه الحسينيه المباركه. نعم حجي. اي والله هذا رايك بهاي الاجواء، اجواء محرم والسوق مفتوح، يعني اجواء روحانيه نتذكر بها قبل، يعني نتذكر قبل اجواء روحانيه تحس بها يعني عبق الماضي. نعم اي ف ان شاء الله هي اجواء محرم، يعني
اجواء مثل ما يقول اجواء روحانيه و... أي. اجواء حزينه اجواء حزينه نعم نعم وكذلك احنا فرحانين بوجود اهل جصان نعم كل نعم. جصان نعم نعم نحب نعم. نشوفهم باستمرار موجودين نعم وان شاء الله هي ما تنعاف هالشيء نعم. تراثي يعني ان شاء الله نامل من الحكومه ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يتم ان شاء الله تعاني لها مثلا بنظره الاعتبار مثلا نعم. في الترميم بعد اكثر و... اي شكرا جزيلا عيوني غاتي غاتي هاي ابو باكر شكرا جزيلا لكم نعم اخوان الاعزاء بعد قليل محاضره للاخ العزيز حسين رجب حسين سعيد رجب البدراوي الله يعطيه الصحه والعافيه مثل ما جاي تشوفون اخواني احنا من المقهى مال الكامل علي حسوني الله يعطيه الصحه والعافيه السلام عليكم اخويا شلونكم زينين ان شاء الله احوالكم نعم 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 وهاي المقاهي القديمه مال اهل جصان مثل ما جاي اشوف ما زال السقف من جذوع وذكريات القديمه وهذا يسموه المرفع سابقا هو من اثاث العروس يعني مثل ما جاي يشوفون هاي الشكوى مال اللبن او الميزان القديم كان يوزنون به مثل ما جاي يشوفون ونشكر الاخوه الاعزاء القائمين على هذا الموكب المبارك وكل شيء جاهز من شاي وماي وقهوه وشرابيت وكل شيء متوفر ان شاء الله الله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا لكم نعم ذكريات القديمه نعم اخواني الاعزاء ونستذكر في هذه الايام الأليمة الحزينة المرحوم الشهيد جاسم رحيم الله يرحمه برحمته الواسعة طبعا هو هم أو صاحب الموكب وصاحب الترمز مال المي كان بالسوق بأيام محرم وغير محرم جزء الله يرحمه برحمته الواسعة وبحسين العزيز الله يرحمه كيل رزوقي شكرا جزيلا لكم السلام عليكم نشكر القوات الأمنية والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء ممنونين لكم الله يحفظكم إن شاء الله رحمة الله وبركاته نعم إخوان ثم جاي يشوفون كثير من المقتنيات القديمة موجودة معي شكرا لك رحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا رحمة الله وبركاته شكرا ممنون وهي ثم جاي يشوفون إخواني الأعزاء القهوة طبعا هاي المقهى مفتوحة على مدار السنة كلها مجاني قهوة وشاي وقعدة وسوالف قديمة مثل ما جاي يشوفون رحم الله والدي اخوي العزيز هذا يسموه الزنبيل سابقا خلهم بيتمر الراحة موجودة ايضا هنا الراحة احد المقتنيات القديمة لأهالي جصان هذا ماي ذكري نعم اخوان الاعزاء ان شاء الله نكتفي بهذا القدر قريبين على موعد المحاضره في حسينيه اهالي جصان التله نقدر ناخذ لنا في لقطه او لقطتين من سوق جصان التراثي القديم ومناظر مؤلمة حقيقة مناظر مؤلمة لسوق جصان التراثي القديم طبعا سوق جصان القديم هو مركز لناحية جصان يعني جصان مركز ناحية جصان والأرياف كذلك مثل ما تشوفون هذا حال السوق القديم يعني ظلام دامس ومحلات مهدمة مع الأسف نسأل من الله سبحانه وتعالى تيجي يوم نشوفه عامر ولو هو يكون محطة للسياح طبعا أكثر الخيل الموجودة هنا هي تشارك بالمواكب وإن شاء الله ليت الله في مراسيم التشابيه نعم أخوانا أنا شوية ما يجي علي نعم اخواني الاعزاء
يعني والله حتى هاي مناظر الخيل هي مؤلم حقيقة، تذكرنا بواقعة الطف الأليمة، لعنة الله على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. نعم الأخوة الأعزاء، نعم عباس جبار زيدان وأحمد، وشلون أقدر أستاذ سلام العزيز، نشكر هاي المبادرة التصوير لتاريخ جصان وتصويرك التلة، هاي التلة العريقة حقيقة، وهاي الحسينية الذي ما طالما أهلنا وأجدادنا هم حضروا بها المآتم الحسينية وهذا السوق القديم، وإحنا هاي الخيل هي حقيقة محتفظين بها من آبائنا وأجدادنا ولحد الآن، ونعتبرها تراث من تراث جصان، لأن هم أهلنا القدامى هم أهل الخيل، من كانوا قبل عليها يعبرون للدولة الإسلامية كله عليها، يعني ما حتى كان أبو الشبيه قبل قديما يسولفون، يعني حج ستار الله يرحمه، الناس الإلهم الإلهم سيد علي الله يرحمه، هشام مناف الله يرحمه، هم ذولا قدوة قدوة وإحنا امتداد لهم حقيقة، وهذا تاريخ، يعني إحنا من نجي هنا ونستذكر أحداث القديمة لأهلنا اللي كانوا قبل هنا يجون ويحضرون المآتم الحسينية ويركبون الخيل، وهاي نعمة، هاي نعمة، يعني احنا ما نقدر نستغنى عن هذا التراث، حتى مواكبنا تراثية ما نقدر نستغنى عنها، مراسيم حلوة، مراسيم إلها طعم حقيقة أستاذ سلام، ونشكر هذا التوثيق حقيقة، هذا توثيق نشكره، لأن هو هذا راح يظل يعني تاريخ لهذه المنطقة، تاريخ جصان هي قديما، مو حتى من هسه بدورنا أو هاي، هي من قبل، هي حتى يعني لها امتداد من كل شيء، من كل شيء من كل شيء لها امتداد، ونشكرك شكر جزيل أستاذ سلام على التصوير مبادرة، رحم الله والديك، رحم الله والديك. نعم إخواني الأعزاء شوي، نعم رحم الله والديك، نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله نكتفي بهذا القدر من تصوير اجواء تله ناحيه جصان، تحديدا حسينيه اهالي جصان في التله، ونجدد شكرنا وتقديرنا وجزاهم الله خير الجزاء المتبرعين لهذه الحسينيه ابو دعوه المباركه. السلام عليكم ورحمه الله. نعم اخواني الاعزاء، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله العنوان الثاني الصفحة الثانية يكون بها البث المباشر للمحاضرة للأستاذ حسين سعيد رجب البدراوي، نستودعكم الله.